مؤسسة المنصر تشارك بهذا الصلاحية تحييد حاجتنا إلى الماء بالنسبة للأطفال فئة أطفال المستوى الثاني والأدب القدرة على التعليم والإنصات إلى الوسائل والبطاقات تشير بالنحلة والمهارات الأدبية ومسكات وساقية وسحرية. شكرا. السلام عليكم. أسد فعود حجاجة مؤسسة برامج الأمان عن شرق واحد بيرغة. البيرغة تحت الشفاء الفئة المستوى الأول والمستوى الثاني. الهدف من هذه اللعبة هي زيادة الشهير وإدراك الزفير وزيادة التحكم في الشفاء. الوسيلة قنينة بلاستيكية كأس وكيس بلاستيكي. السلام عليكم. أشارك في ثلاث لعب. اللعبة الأولى لعبة تخطيط تنمية مهارات تخطيط ما قبل الكتابة وتحتاج إلى الوسيلة عمدة فارغة ورق مقوى وبعض الصور للأطفال وغلاف للهدايا. اللعبة الثانية تنمية الإدراك البصري والوسيلة بطاقة الفيلي مختلفة من حيث المحتويات والتمييز بين الاستعدادات لتمييز هذه الأخطاء. اللعبة الثالثة قمت بها بجراء المربية رشيدة الفاية هي رشيدة الفاية مجموعة رسومات بإعلان يقين الوجه والهدف من اللعبة هو تمييز البصر. الهدف من اللعبة هي خدمة مهارات التعبير والوسيلة مجموعة من الرسومات تجسد ملامح الوجه وورق مقوى ويقوم الأطفال بعمل هذا. قمة توافق المحور في أي مشهد يقوم الطفل بإبراز خصوصيات ذلك المشهد. السلام عليكم. أنا بهاري مربية مؤسسة البيان. قمت بكتابة ثلاث قصص، القصة الأولى والثانية مشاركة بيني وبين الأطفال فكرتها مشتركة. القصة الأولى عنوانها الأتمدى فيها والقطة الصفراء والقصة الثانية عنوانها جمحة وجرة الماء. الغرض من هذه القصص تنمية مهارات السمع والإدراك، تنمية مهارات السمع والتعبير لدى الأطفال وتنمية روح الإصغاء لديهم. خليل مؤسسة فارس للتربية والتعليم. أشارك في مجموعة من الأنشطة التعبيرية والألعاب اللغوية وحق الأم الأنصار أقوم في اللوحة الأولى وهي لوحة عمرها لوحة تعبير المرأة ثلاث سنوات. الهدف منها هو تعبير وإعداد كتابة المراحل الأولى. هي الوسائل تعطي زائد ملح زائد صباغة زائد ورق مقوى. اللعبة الثانية وهي لعبة أشعر من خمسة إلى سنوات. هذا هو التعبير والقراءة وتبدأ تكون بوضع مقوى مكتوب عليه الحروف الإكمالية كل بطاقة حروف أخرى حروف حكاية أو نشيد عبارة عن حكاية مجسدة في قوة صغيرة
وسابين فئة من 5 سنوات، الهدف الاستماع والتركيز. الوسائل أنابيب فارغة من خلوط، أوراق ملونة، تسجيل الشخصيات الولد والبئر، ثم البنت خشب لصنع القضية أو العشب. الحكاية اليوم هي عبارة عن حكاية لهذا الروح البسيط، العنوان هي قصة الصياد الغزالة مصر العرائس في 5 سنوات أو 4 سنوات ممكن. الهدف الاستماع والتقليد، وسائل عرض بحري، تركوز أو تركيز بالحكاية. لعبة الموسيقى تتكلم عن إشارة المرور، تقارب إشارة مرور بين أيام الأسبوع، ثم بطاقة صغيرة للعبة. كتاب أو إنتاج كتاب ذكرياتي، كتاب ذكرياتي للطفل، حيث أن الطفل فئة من 5 سنوات، الهدف هو التعبير عبر الحكاية عن ذكرياتي لمؤسساتي. الوسائل كارتون، زائد صور مأخوذة في كل الأنشطة التي يقوم بها المؤسسة، ثم أوراق بيضاء لكتابة المعلومة أو الحدث. ثم هناك كتاب أو منتج التالي، مجموعة من الأنشطة التي قام بها الطفل من بيت سنة إلى آخرها، زائد متبوع بكتاب أو كتاب تتبع يعني تتبع عن أخلاقيات سلبية الطفل خلال السنة، من مرحلة إلى مرحلة أخرى. هناك ملف أو الكتب عبارة عن صبغة أو خطوط تشمل المراحل الأولى للتخطيط والكتابة على الطفل، ودوائر وأشكال متعددة. كلمة سيكريت. مؤسسة العش الصغير كنقدم يعني خلال مشروع حديقة جداتي، قمنا بتقديم لعبتين، لعبة لعبة تابعة لمشروع حديقة جداتي وهي مساها، ولعبة ثانية كتخص يعني حديقة كي يكون هنايا برسم الأزرقات في الطرف الثاني، وهذه المساحة يعني خدناها بوسائل مع الأطفال، كان نشرة ونشرة هنايا، قبل ما نشرة قمنا برسم المساحة مع الأطفال، شفنا هاد المساحة مع الأطفال. يرسمها ولكن بمساعدة المربية، المربية هي تمشي بطبيعة الحال المربية. المؤسسة الضبراني نشاطوا جوج ديال اللعب، رقيصة وحدة تشكيل عجين، الوسائل والمعتمدة الورق والعجين. الهدف من هذه اللعبة أننا بدنا نخلو الطفل يعني حركة الأصابع وتنمية القدرات الإبداع. وأما بالنسبة للعبة الثانية هي مصنع طريقة الكبار، اعتمدنا على الفنان بوشيكس اللي استخدمنا كوسائل الورق، رسم تاع الركوب، ألعاب. وشكرا. نيابة عن مجموعة مربيات بنيونز للتعليم الخصوصي، أقدم هذا العمل في إطار مشروع حديقة جدتي. هذا المشروع الذي يخدم مجموعة من الأنشطة
منها اللغة العربية بما فيها التعبير القراءة الكتابة التربيه الفنية كذلك ثبت التربية الفنية كذلك الرياضيات وكذلك الرياضة والتربية الحركية. بالنسبة للمصاريف مثلا هذه العناصر هي العناصر التي كانت في التي رأيناها في حديقة جدتي. هناك جدة خمسة قطة أزهار العصافير شجرة البرتقال و النهر. هل ثم قمر شنو؟ هذه الشخصيات كانت في نشاط التعليم. قول فيها كمي. نعم. الأنشطة الثانية لدينا هذه الجارية مصنوعة من أجين وفي مادة الكوليستير. لدينا هذه القطة وشخصيات الحكاية حمزة الجدة ثم قطة مصنوعة من مادة الكوليستير كذلك. وهناك استخدام مجموعة من الألوان، الألوان التي تحيي إلى شخصية الحكاية كما هي موجودة في القصة. لدينا هنا كاتين وأيضا عنصر هام في القصة. كاتين مصنوع بعجين ملح ومزين. لدينا شجرة البرتقال فبيت هي كذلك مصنوعة من أشياء عادية. لدينا هنا لدينا هنا لا مهم هنا شجرة شجرة البرتقال مصنوعة من الثوم ومن الورق. وشكرا. السلام عليكم. معي أبناء أشارك بضربة واحدة. الهدف منها؟ الهدف منها تنمية القدرات الفنية على الضرب والسعيد. مجسم يمثل حدث جداتي. من هذه الوسائل الخشب عجين ورق بقايا خشب. وشكرا. رحيم بخيرة في مؤسسة نجابة. أتقدم هنا وأشارك هنا بثلاث لعب. الهدف منها لعبة دومينو، لعبة التطابق، ولعبة المكعب. الهدف منها هو القدرة القراءية لدى الطفل. الهدف منها ثلاث هدف من الألعاب ثلاث القدرة القراءية لدى الطفل مع دقة الملاحظة وتسجيل. الوسائل التي استغلها هي ورق مقوى صور مع الكلمات وبلاستيك لاصق. اللعبة الأولى هي لعبة التطابق. هنا الطفل يأخذ يرى الصورة ثم يطرحها مع صورتها مع الكلمة. لعبة الدومينو هنا يبحث الطفل عن كلمة زهرة مع الصور ويطلقها هكذا. عندنا لعبة المكعب يلعب الطفل بمكعب هكذا ثم يتبع الأثار للوصول إلى الصور. مثلا هنا عندنا جدتي يجب أن يجد الطفل كلمة جدة مع صورة وإذا لم يجدها يمر لعبة سابق. تسجيل حكاية جدتي. كان الأطفال يسألون عن قصة في وسائل يعني من